بس انا عايز اقول حاجه بس. شكرا يا اصحاب. عايز حاجه قبل ناخد تليفون. اتفضل. دقيقتين بالظبط. المنافسه في مصر على ارض الواقع مش موجوده. يعني ايه تخلق منافسه ما بين فرق؟ يعني ياخدوا كل الامكانيات زي بعض، يبقى ما فيش مفاضله من حد والتاني اكيد. يعني انا ما يكون عندي مثلا 17 18 نادي في الدوري، طبيعي والمنطقي ان انا لازم الاقي انديه جماهيريه في البطوله طبعا. نمره 2، الاقي ملاعب لكل الفرق، قدرات امنيه على تامين اللقاءات في اي ملعب. هديك مثال، قبل الثوره كان امبي ما بيلعبش على ملعبه. ليه؟ قال لك كان الامن ساعتها بيقول لك ما ينفعش يلعب في بتروسبورت. كان بيلعب الماتشين بتوع الاهلي في استاد القاهره والزمالك في استاد القاهره. دلوقتي بعد الثوره اللي هي اخطر، استاد المقاولين، لا كان في استاد القاهره برضه. دلوقتي الاخطر، دلوقتي الدنيا اخطر بعد الثوره، بيلعبوا فين؟ بتروسبورت. يبقى الموضوع الامن قد يتحكم برضه في بعض، في البعض ميوله. انا بكلمك بجد والله. انا عندي دلوقتي منافسه. طيب هقول لك حاجه، عندي اهلي وزمالك، بس المسؤوليه برضو بتحتم عليهم حاجات كتيره يا كابتن. اسمع بس، انا عندي اهلي وزمالك. ليه الاهلي عنده 16 17 راعي وليه الزمالك عنده 2 3 وليه بقيه الفرق عندهم راعي واحد؟ يقولوا جمهور الاهلي اكتر من جمهور، بيتحسب كده ولا ايه؟ يا استاذ احمد، الاهلي نادي كبير وله جماهيريه عريضه، بس طبيعي والمنطقي في اي دوله في العالم، تعال نشوف انجلترا، تعال نشوف اي حد، اي دوله في العالم، هتلاقي مثلا ده ليه راعي وده ليه راعي مختلف وده ليه راعي مختلف وده ليه راعي مختلف. ده طب اسالك سؤال، محمول مثلا، عندك محمول ثلاثه في مصر او اربعه دلوقتي، تمام؟ الرابعه دي خدت الزمالك مع بقيه الفرق، وفي اثنين كان بيتخانقوا على الاهلي اللي هو فودافون وبيضربوا في بعض، فودافون واتصالات. اما اتصالات سابت الاهلي قالت سنظل نحبك، وفودافون واخده البتاع. طب ما طبيعي ومنطقي مثلا لو اتصالات بعتت عن الاهلي تروح الزمالك، طبيعي. طب ليه ما بتروحش؟ طب انت كده بتاكد كلام من الصحابه؟ لا انا هسال سؤال، ليه ما بتروحش؟ هل الزمالك مش بياع مثلا؟ طب هل الشركه نفسها اللي بترعى النادي الاهلي اللي هي شركه المحمول ما فيهاش مثلا لا يقل عن 20 مليون زملكاوي مثلا بيتعاملوا معاها؟ طبعًا. انا عندي فودافون وانا عندي فودافون. طب يعني فهمت قصدي؟ لا انا فكر وانا زملكاوي. انا فكره ايه؟ انا قصدي ايه؟ العداله فين؟ زي ما بيتقال مثلا في الاعلام، الاعلام قد يكون في اعلام، انا بقول لك اقسم بالله اهو، اقسم بالله في اعلاميه اعلاميين زملكاويه مش راضيين يقولوا ان هم زملكاويه. طب ليه ما بقوش ليه كده؟ يقول لك لا ما يا عم بعيد عن شغلي بلاش، عشان عارف ما اعرفش ايه، بعيد عن شغلي بلاش، يوقفوه يقف في بيته. لا يقف في بيته ويوقفوه. لا بتكلم جد والله، ده حقيقي. لكن الاعلام الاهلاوي يقول لك انا اهلاوي. طبعا. طب وانت بتخاف ليه؟ طبعا. طيب ما تيجي نقول بصراحه، يعني نتكلم بصراحه. في 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 منحازين، انا راجل منحاز، خالد غدورة هو منحاز، تمام؟ لو عملت حاجه غلط بتعاقب، صح؟ احمد طيب معلق منحاز، لو عمل حاجه غلط بيتعاقب، تمام؟ تمام. طب تعالى هات لي واحد اهلاوي عمل حاجه غلط اتعاقب. انت راجل اعلامي اتوقفت، انت ايه؟ انا زملكاوي محايد. لا انت زملكاوي. انا قصدي ايه اتوقفت؟ زملكاوي. طيب رئيس نادي الزمالك لا انا عملته محدش عمله في مصر. رئيس نادي الزمالك دخل مع، بص دخل اوكس، دخل مع ناس كتير جدا، شوبير ومدحت شلبي وحسام الشاطر وقال في الخمر ما قال. اتوقفت انت؟ وانا مجدي عبد الغني دخل معايا في الراديو اتكلم على شوبير، حاولوني في التحقيق انا. طب انا بتكلم بجد والله، يعني انا قصدي ايه؟ لا ما هو وقف يا احمد، احمد الطيب عشان الاهلي، احمد الطيب عشان احمد الطيب لا احمد الطيب قال ايه؟ قال والله ايهاب توفيق وسعد الصغير وما اعرفش ايه بيعمله، فالثانيه ما اعرفش ايه بيعمله، فشوبير طلع قال لك ده منحاز. ف وشوبير معروف ان هو شوبير اهلاوي يعني، فاهم؟ يعني الاولى ان هو عمل سبوت فحصلت خناقه فضربوا بعض، فاكر ضربوا بعض؟ اه كابتن احمد شوبير بيطلع عادي، على براشه كابتن احمد شوبير بيطلع عادي، مع احترامي كابتن احمد شوبير ما بيتكلمش، بس كابتن احمد شوبير بيطلع عادي، واحمد طيب اتمنع، اتمنع علق هي من التعليق. طب يعني انا هسال سؤال، يعني اسال سؤال ايه في ايه؟ انا مثلا جيت مثلا كنت في اون، حصل ان انا مثلا ايه قلت رايي، قلت بتاع، طب لا انت امشي، مين بقى اللي بيفضل في القنوات؟ الزملكاويه اللي عاملين فيها اهلاويه. طبعا. الزملكاويه اللي عاملين فيها ايه؟ اهلاويه. اهلاويه، او اللي بيرضوا الاهلاويه، او اللي بيهاجم الزمالك. طب انا دلوقتي راجل،
انا كخالد غندور كاعلامي عايز ارضي اقسم بالله الزملكاويه والاهلاويه، انا عايز ارضي. بس قبل ما ارضيهم ازاي؟ ارضيهم ان انا العب على مشاعرهم واضحك عليهم وامشي الدنيا، ولا اقول الحقيقه؟ تقول الحقيقه. الحقيقه في بعض الاحيان هتزعل مني الزملكاويه، والحقيقه في بعض الاحيان الاهلاويه عارفين كده كابتن، هتزعل مني الاهلاويه. الاهلاويه عارفين ان انت بتقوله ده كابتن من جواه يا جماعه، حاسين بالكلام ده. منتهى الصراحه، هل في منافسه حقيقيه في مصر؟ لا مفيش منافسه حقيقيه. طب بقول لك حاجه.